إزاي تسمع للموسيقى؟ حلقة جديدة هنعملها النهاردة وإحنا ماشيين في الغابة عشان نعرف إزاي نسمع للموسيقى، يعني إيه موسيقى ونسمعها إزاي ونفهمها إزاي وإزاي نعرف نوع الموسيقى اللي إحنا بنفضله وإحنا بنكمل معاه. دي عربية قطر قديمة، أخدوا العربية من القطر القديم دوت وعملوها فصل للطلبة عشان يجيبوهم في المدرسة هنا يشرحوا لهم حاجات عن الطبيعة وعن الغابة وعن الحقول والحيوانات. فالعربية دي ممكن تستعمل للطلبة، يخشوا هتلاقي فيها ترابيزات وورق ورسم وألوان وحاجات عشان الأطفال يجوا يستمتعوا بوقت يوم هنا يقضوا في الغابة أطفال المدارس يعني. لازم نفهم الأول يعني إيه موسيقى، إيه هي الموسيقى أو مكونات الموسيقى دي. الموسيقى زي ما احنا اتفقنا على مكوناتها بتتكون من الإيقاع ومن الميلودي ومن الهارموني، ثلاث حاجات بسيطة جدا. علشان كده أنواع الموسيقى نفسها هتتفق مع الثلاث حاجات دول. يعني إيه؟ يعني في موسيقى بيبقى غالب عليها الطبع الميلودي اللحني، اللحن هو سيد الموقف في الموسيقى دي. مثال صارخ عليها مثلا الموسيقى بتاعتنا، الموسيقى الشرقية بتاعت مثلا أم كلثوم. موسيقى أم كلثوم الغالب عليها هو الطابع اللحني، اللحن هو سيد الموقف في الموضوع دوت، مش الهارموني ومش الإيقاع. فأنت هتلاقي أغلب أعمال السيدة أم كلثوم هتلاقي الميلودي هو الحاجة صارخة في الموضوع، وهو ده اللي الناس بتفتكره، وهو ده طريقة الغنى حتى بتاعته كان عبارة عن اللحن هو سيد الموقف فيها. بعض الألحان بتاعت السيدة أم كلثوم كان فيها إيقاعات ابتدى يضيفها بليغ حمدي مثلا، وابتدى التنويع الإيقاعي يظهر، فبدأ في عنصرين يظهروا حتى الناس تفتكر شغل بليغ حمدي غير شغل السنباطي. يعني الناس ابتدت تفكر بليغ حمدي غير أم كلثوم خالص وغير الستايل بتاعها من الستايل بتاع اللحني، الستايل اللحني في إيقاع كمان معه. طيب ايه هي مثلا الموسيقى اللي بتعتمد على الإيقاع؟ مثلا الموسيقى اللي بتعتمد على الإيقاع بس نموذج ليها مثلا الراب. The conditions I've been living in are sickening. We're living a sec bro, no quilt shivering. No one sent me though I come visiting. Anyone that tried it, I just give it him. موسيقى الراب اللي احنا بنسمعها دلوقتي وفي شباب كتير قوي من هواة الموضوع دوت، هتلاقي الموسيقى دي بتعتمد على ايقاع، حتى الكلمات ما فيش فيها اي لحن، تلاقي الكلمات كلها ماشية على تون واحد وبس، الايقاع بتاع الكلمات هو اللي عامل النوع الموسيقى دوت. طب ايه نوع الموسيقى مثلا اللي بيبقى الهارموني غالب فيه؟ نوع الموسيقى اللي بيبقى الهارموني غالب فيه غالبا هتلاقي الجاز.
يعني انت ممكن ما تعرفش تحدد او تمسك ميلودي من مثلا مقطوعه من مقطوعات الجاز، او ما تعرفش حتى تمسك ايقاع، لان بتلاقي الايقاع سوينج مثلا او نوع من انواع الايقاعات اللي ما تعرفش تمسكها قوي، واخد بالك؟ وكل ما كان حتى الدرامر شاطر بيبقى الايقاعات بتاعته كمان بتبقى غريبه وعدها غريب، فمش هتعرف تمسك الايقاع برضو. ولكن انت ممكن تحدد هارموني وخط الهارموني اللي ماشي ورا دوت وبيتحرك يروح فين وبيجي منين. فغالبا الجاز هتلاقي فيه مقطوعات كتيره هارموني هو سيد الموضوع ده. في مقطوعات بتلاقي فيها الثلاث عناصر دول، مثلا الموسيقى الكلاسيكية موسيقى موتسرت مثلا، تلاقي لحن انت فاكره وفي نفس الوقت في خلفية هارمونية ماشية معاك مع طول اللحن دوت، وفي نفس الوقت تلاقي فيها عناصر إيقاعية موجودة معاك في نفس اللحن. الموسيقى الكلاسيك ممكن تلاقي فيها الحاجات ديت. بعض الأغاني الحديثة هتلاقي بعض الأغاني الحديثة الميلودي بتاعها انت بتفتكره وليها إيقاع حلو انت بتحبه، وفي نفس الوقت معمولها خلفية هارمونية في الموضوع دوت. يا قلبي المتيم كم لاقت عذاب، يا قلبي المتيم كم لاقاك عذاب، في درب الحبايب كم لاقاك لوم. فانت ممكن تلاقي التلات عناصر موجودين في عمل معين او ستايل موسيقى معين، وممكن تلاقي عنصر واحد غالب في عنصر الموسيقى دوت او نوع الموسيقى دوت، في عنصر واحد من التلاتة يغلب على هذا النوع. طيب ازاي اسمع للموسيقى؟ اسمع ايه بالظبط في الموسيقى عشان اقدر افهم ان انا للموسيقى؟ يعني انت عندك التلات عناصر اللي اتكلمنا عليهم، الميلودي او اللحن والهارموني والايقاع. الثلاث عناصر دول هم المكون الرئيسي في الموسيقى، يعني انت كل موسيقى بتتكون من الثلاثة دول. حاول تسمع الميلودي ماشي بيقول ايه، السلم ماشي منين، دخل في هنا وخرج من هنا، هل غير السلم مثلا لما جه يعمل سولو في النص؟ طب الهارموني اللي كان ماشي ورا الموسيقى بتاعت اللحن دي، الهارموني اتغير، لعب مثلا من سلم تاني بس الهارموني لسه شغال مع الميلودي، فانت في عبقريه في النقله ديت تبقى تحس بيها. هل نقل مثلا ما جه يعمل سولو جيتار في النص، نقل عمل سلم تاني، فانت تشوف الكلام ده حصل فيه ايه في اللحن ده، فتقدر تقدر العمق بتاع اللحن اللي انت عملته ده. لو انت بتسمع موسيقى اوركستراليه مثلا، كل اله من الالات دي ليها مدى، ليها مجال. صوت الفلوت مثلا يقترب من صوت البلابل والعصافير مثلا، شوف الفلوت بيغرد ورا اللحن بيعمل ايه، او مقدمه اللحن بيعمل ايه. شوف الالات النحاسيه الفخمه العريضه ديت بتدي الدراما بتاعه اللحن ده ماشي ازاي. شوف الكمانجات الرقيقه بتقول لك ايه، الكمانجات الرقيقه دي ولا غضبانه، الكمانجات بتعمل حاجه غضبانه فانت لازم تشوف غضبها ده جاي منين. ما هي السيمفونيه دي يا جماعه دي عباره عن قصه، دي روايه، انت شايف قدامك مسرحيه بتتمثل قدامك بالالات الموسيقيه، لازم تعرف المسرحيه دي متمثله بالالات دي ازاي بدل الممثلين، يعني الالات دي بدل الممثلين، فتعرف المسرحيه قصتها ايه، بتقول لك ايه المغزى، وفي الاخر وصلت لايه من نهايه القصه اللي اتحكت لك دي او اللي انت شفتها بعينك دي او سمعتها بودنك. طب ازاي اسمع لنوع، انا بحب نوع معين من الموسيقى ومش عايز اسمع غيره، ممكن اعمل كل الكلام ده اسمع طول عمري نوع معين من الموسيقى ما بسمعش غيره، ده اللي انا بحبه وخلاص ومش حدش اسمع حاجه تانية. ماشي، انت ممكن تعمل كده فعلا وتسمع نوع واحد من الموسيقى وخلاص وتستمتع بيه بقيه عمرك وخلاص، ولكن انت كراجل موسيقي بقى لازم يبقى لك وجهه نظر تانية. الانواع التانية اللي انت ما بتحبهاش ديت حاول تسمع، انت تقصد تسمع، حاول تسمع الانواع التانية، هتلاقي ذوقك اختلف، اول مره ممكن ما تكونش مستوعبها قوي، ثاني مره مش مستسغها قوي، ثالث مره تلاقي نفسك بتسمعها، رابع مره تبتدي تحللها وتطلع المفيد فيها عشان تقدر تستفيد منه، وفي نفس الوقت تلاقي نفسك بتسمع انواع كتير من الموسيقى وتتذوقها ما كنتش بتتذوقها قبل كده. اللي ما بيحبش الجاز لو قعد سمع جاز كتير ممكن ودنه تاخد على موضوع الجاز ويسمع الجاز ويبقى مستوعب للقصص بتاعته ويقدر يحلل مقطوعات الجاز ماشيه ازاي ويقدر يفهم منها حاجه زي ما الناس كلها بتعمل.
بتعمل. فحاول دايما انك انت توسع ذوقك وتوسع مداركك الموسيقيه بانك تسمع للحاجات اللي انت ما بتحبش تسمعها. يعني حاول بس طبعا انا ما بقصدش الكلام ده انك تجيب مثلا المهرجانات وتقعد تسمع، ده انت كده بتضيع وقتك. المهرجانات والكلام الفارغ اللي احنا شايفينه اليومين دول من موسيقى انا بعتقد انها موسيقى يعني عشوائيه، هو يعبر بس على حالتنا، حاله السقوط اللي احنا فيها دي دلوقتي. مجرد ما احنا هنقوم على رجلينا تاني ونرفع راسنا بس هتلاقي الموسيقى دي كلها على الارض تاني، وهتترمي زي حاجات كتيره اترمت زمان وما بعدتش تدفع الناس، فايه ايه هتمشي يعني، واخد بالك؟ فما تركزش قوي مع الناس اللي بتعمل الكلام ده دلوقتي، ولا تحاول يعني انك انت تخش في خناقات عشان الموضوع دوت يعني مش هيستمر كتير. اتمنى كده اكون وضحت فكره الموسيقى والاستماع، واشوفكم الحلقه الجايه.